هذا وشدد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكوميه الدكتور احمد الانصاري على انه وبالجهود الجباره لطواقم الفريق الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتوسع في الطاقه الاستيعابيه للاستمرار في تقديم اعلى مستوى من الخدمه الطبيه في ضوء مواجهه جائحه كورونا فان نسب الاشغال لمجمع السلمانيه الطبي هي من بين حدود المعدلات الاعتياديه والتي تتراوح ما بين 70% الى 80%.